يا مساء الخير والسعادة والفرحة والانتصار على مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم الحريفة. منتخب المغرب يصنع التاريخ وبيفرح شعبه وبيفرحنا وبيرفع رأس العرب قدام العالم كله. البدايات كانت بفوزه على منتخب أسبانيا وصوله لدور الثمانية على الرغم من صعوبة المواجهة، ومبارح فاز على البرتغال وعملوا ماتش تاريخي علشان أسود الأطلس يكتبوا التاريخ ويسجلوا أسمائهم كأول فريق أفريقي وعربي بيوصل لنص نهائي كأس العالم. امبارح المنتخب المغربي غير مسار كرة القدم العربية بالكامل، أكدوا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل وإن مفيش حاجة اسمها بنلاعب فريق كبير ومش هنقدر عليه، لا، في حاجة اسمها ناس بتتعب وتجتهد وتحلم وهي مصدقة حلمها علشان كده بتنجح. مبروك المغرب وإن شاء الله الحلم مكمل للنهاية.